حنا الان في هذه الظرفيه ديال الكوفيد 19 اللي كتهدد واحد العدد ديال البلدان، حنا من ضمن الناس اللي كيواجهوا هذا الوباء واللي كنتواجدوا على ارض الواقع، لانه حنا كان من ملزمين باش نكونوا واقفين في هذه الظرفيه هذه. كنشتغلوا في ظروف نسبيا نقولوا بانها حنا كنتاقلموا مع الوضع من خلال وضع هذا الزجاج الواقي اللي شفتوا. هذا الزجاج كيحمي في نفس الوقت الناس اللي خدامين داخل الصيدليه، الصيدلي والمساعد ديالو، وكيحمي المواطنين وكي كيجعلنا نبقاو كنشتغلوا في ظروف نسبيا مطمئنه. كنستعملوا كذلك داخل الصيدليه المحلول اللي كيعقم الايدين في كل من بعد كل عمليه ديال الاشتغال مع المواطنين، كيستعملوه المساعدين وكنستعملوه شخصيا. هذا الزجاج الواقي طلبنا من الصيادله في القلعه باش كلهم يتجهزوا به الصيدليات ديالهم باش يشتغلوا كذلك في ظروف جيده ومطمئنه. وكان نعيش الان واحد الظرفيه اللي شويه صعبه من حيث ان الكمامات اللي هي عليها واحد الطلب كثير هي غير منعدمه في السوق حاليا، بالاضافه انه حتى المحلول ديال المطهر ديال الايدين اصبح حتى هو مفقود، وخاصه بعد ما خرج هذاك القرار الحكومي ديال تحديد الاسعار، فكنلاحظوا بانه حتى الكحول ما تليناش استطعنا نوجدوه في السوق بسبب ربما بسبب السعر ديالو لانه كان مرتفع وكيتجاوز السعر اللي هو محدد في القرار الحكومي اللي خرج اليوم. هذا السعر ربما يكون هو وراء الاختفاء او فقدان ديال هاد الماده ديال الكحول اللي كتدخل في هذا المحلول بصفه بواحد الكميه كبيره لاجل تعقيم الايدين بالاخص. المواطن هو مقبل عنده واحد الاقبال كبير على هذا المحلول وعلى الكمامات وحتى على القفازات، حتى هما اصبحوا مفقودين اليوم. اذا حنا دابا كنستعملوا بالاخص المحلول في كل وقت باش نعقموا الايدين. وبالنسبه للظروف الاشتغال انتم كتشوفوا بانه الصيدليات في الاغلبيه ديالهم الا ما قلتش كلهم راهم تجهزوا بهذا الزجاج الواقي وكيشتغلوا ضمن المعايير الوقائيه من هذا الوباء، لان الصيدلي وكطبيب خاصه هو الاول يوقي نفسه باش ما يوقعش لنا واحد الخلل في وجود الصيدليه او الطبيب، لان المواطن في حاجه اليه، في حاجه ماسه لهذا المهنيين في هذه الظرفيه بالضبط. حنا كنحاولوا نحسوا المواطن بانه كاين واحد العدد ديال الاجراءات اللي هي بسيطه اللي ممكن تكون كافيه باش يتفادوا انتشار هذا الوباء. منها اولا غسل الايدين بالماء الماء الدافئ والصابون بصفه منتظمه، وكل ما لمس الانسان شيئا ما سطح او اي شيء ولو ورقه ولا يخصو يغسل يده بالماء والصابون. ثانيا كنقول لهم باش يتفادوا التجمعات والاكتظاظات في الفضاءات العموميه ولا في اي مكان كان، باش ما يبقاش يوقع هذاك الانتقال ديال هذا الفيروس بين الناس. واللي يكون مثلا كيكحب ولا كيعطس ولا شي حاجه يدير يدو في المرفق ديالو باش ما ينتشرش هذاك اللعاب ديالو اللي كيتسبب في نقل هذاك الفيروس. اذا بالنسبه لنا داخل الصيدليه حنا كنعقموا المساحه كل صباح وكل ما استدعت الضروره. وبالنسبه لهذا الكونطوار هذا كيتعقم تقريبا بالماء وجافيل كل ساعه ولا ساعتين كان على حسب توافد ديال الزبناء اللي كيدخلوا الصيدليه. بالنسبه لهاد التعليمات هذه ولا التوجيهات هي كيعملوا بها جميع الصيادله في المغرب،
لانها توجيهات كتجينا من عند الهيئه ومن عند الفيدراليه ديال النقابات الصيادله بالمغرب، وبانه الفضاء ديال الصيدله كنزيد ناكد بانه كيستقبل كيف لاحظتوا واحد العدد معدل ديال 100 زبون لكل ولا 100 مواطن ومواطنه لكل صيدليه، يعني ان دينا 12000 صيدليه موزعه على صعيد التراب الوطني، فكنلقاو بانه الفضاء ديال الصيدليه كيستقبل 1,200,000 مواطن يوميا، وهذا فضاء مهم للتحسيس بالنسبه لهذه الاجراءات الوقائيه من هذا الفيروس ديال كورونا المستجد.